من ستكون أسرع امرأة آسيوية من خلال هذا النهائي. نهائي 100 متر تايلاند إيران كازاخستان الصين كازاخستان اليابان. ما حتى المخرج يركز كثير على الصينية. هذا مخرج رياضي بدون شك كان ابن أبي العاب القوة. نعم. عارف كل شيء. نعم. فنعم صحيح أتفق معه. هناك ستكون منافسة قوية جدا ما بين كازاخستان والصين. سباق 100 متر الصين أوزباكستان اليابان. هناك الدخول الفوتوفينش. حيرتونا. احتاج الثانية 48% دون الثانية. الصينية حاضرة. الصينية موجودة. البطلة الصينية تفوز بالسباق. نعم على ما يبدو سننتظر فوتو فينيش. نعم. فالعداءة اليابانية عملت انطلاقة رائعة جدا كما قلنا. الأوزبكية نعم كازاخستانية كازاخستانية والصينية في الفوتو فينيش. فعلى ما يبدو بأن في رأيي الصينية هي التي فازت. نعم. إذا يونغ لي وي احتاج الثانية 48% من الثانية تفوز بالميدالية الذهبية. الكازاخستانية في المركز الثاني. سباق بخط مستقيم والفوتو فينش هو الذي أنهى من هي الفائزة في المركز الأول. يبدو اليابانية في المركز الثالث. في المركز الثالث كابتن سعيد. رغم انطلاقتها الرائعة جدا نتمنى أن نشاهد مرة أخرى الريبلاي. واسترعت دولة واحدة تتوزع بصورة نوعا ما جيدة. نعم صحيح. لأن هناك تخصصات كثيرة. شاهد السباق. يعني خط شبه مستقيم. الفوتو فينش في النهاية الدخول بالصدر أولا كان يبدو للاعبة الصينية. شوف الانطلاقة اليابانية. أقصى جهد ممكن بذله في اللحظات الأخيرة لحسم هذا السباق بهذه الصورة الراقية وبهذا الأداء الجميل. هنا الفوتو فينش السعيد الذي حسم أول لألعاب القوة وللسباحة. وهنا النتائج اليابانية الثانية سعيد ثانية. نعم وسفرانوفا من كازاخستان الثالثة.